أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل من الجمهورية اليمنية محافظة صعدة، له سؤال عن آية كريمة في سورة الإسراء في قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، إلى آخر الآية. نعم، هذا نهي عن قتل الأولاد خشية الفقر، كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر، فأنزل الله هذه الآية وغيرها من الآيات التي تنهى عن قتل الأولاد، لأنهم في الجاهلية كانوا يقتلون الأولاد لأغراض، منهم من يقتل الولد لعبادة للأصنام، كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، يقتلون أولادهم تقربا إلى الأصنام، ومنهم من يقتل الأولاد خشية الفقر مثل ما في هذه الآية خشية إملاق، الإملاق معناه الفقر، هم يقولون إذا كثر الأولاد يحصل الفقر لأننا لا نستطيع الإنفاق عليهم، والله جل وعلا أخبر أن الرزق بيد الله عز وجل وأن الذي خلقهم هو الذي يتكفل برزقهم، فلستم أنتم الذين ترزقونهم وإنما رزقهم عند الله الذي خلقهم، نحن نرزقهم وإياكم. وانظر كيف قدمهم على المخاطبين ليؤكد سبحانه وتعالى أنه متكفل برزقهم، وما خلق الله نفسا إلا ويخلق لها رزقها ويقدر لها رزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ففي قتل الأولاد خشية الفقر سوء ظن الله عز وجل، وهو من كبائر الذنوب ومن أكبر الكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكبر الكبائر قال: الشرك بالله. قيل: ثم ما؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم ماذا؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. هذه من أكبر الكبائر. ومن أهل الجاهلية من يقتل البنات خاصة خشية العار، ويسمونها الموؤودة والوأد، ويقتلونها شر قتله، يعني بأن يدفنوها في التراب وهي حية تموت تحت التراب. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. فهو يتردد بين أمرين: إما أن يترك البنت ويهينها، وإما أن يدسها في التراب، يعني يدفنها في التراب حتى تموت، وهذا من فضاعة الأمور الجاهلية. ولا يبعد أن يشابههم في الوقت الحاضر الذين يأمرون بتحديد النسل ويلزمون بتحديد النسل خشية شح الأرزاق وشح المحاصيل، ويظنون أن الذي خلق هذه المخلوقات لا يقدر على رزقه وأنها ستتشاحن في الرزق، لأنهم لا يؤمنون بالله عز وجل أو لا يؤمنون بقضاء الله وقدره أو يسيئون الظن بالله عز وجل، فهم يقررون ما يسمونه بتحليل النسل خشية من شح الموارد، شح المحاصيل تحصل الفقر والفاق. هذا هو اعتقاد الجاهلية، نسأل الله العافية. يجب على المسلمين أن لا تنطلي عليهم هذه الفكرة الخبيثة والفكرة الجاهلية، وأن يحسن الظن بالله عز وجل، بل على العكس إذا كثر الأولاد كثر الخير وكثر الإنتاج، لأنهم يعملون ويشتغلون وينتجون فيكثر الإنتاج، وبذلك أيضا يكثر عدد المسلمين، يكثر عدد الأمة، فكثرة النسل فيها خير للمسلمين. نعم.